السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، كل سنة وانتم طيبين. معلش انا ما بقدرش انزل لكم شغل عشان انا كنت قايلة ان انا تعبانة، وطبعا ايمان حبيبتي بتعمل لي حاجات خفيفة كده، فانا مش هينفع اتقل عليها والله ان هي تصور وكده. بس انا طبعا هعمل يعني نوع من العصير النهاردة، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. معايا اول حاجة هنا كوب من الكركديه، يكون اسواني او كركديه عامة، يكون حبيته حلو. هو عادة الكركديه اللي حبيته حلو هو الكركديه الاسواني. معناه هنا كوب على قد لتر مية، وتكوني شطفاه كويس عشان خاطر التراب، ماشي؟ معنا هنا هو ايه الكركديه اللي احنا قلنا عليه، ومعايا طبعا هنا السكر. انا عارفة انا هاخد مثلا مقدار كوباية من السكر، انا عارفه ان البوله دي بتاخد تقريبا مقدار من السكر، كوب من السكر معايا، تمام؟ لان احنا ما بنحبش السكر كتير. ياخد عليهم معلقتين تاني ولا حاجه عشان اكملهم. واكون جايبه معايا ميه سخنه، احط طبعا معايا هنا كوبايتين من المية، على حسب طبعا انتي هتعملي قد ايه، ماشي؟ واسيبه بقى منقوع كده في المية مثلا معايا 4 5 6 ساعات زي ما يكون، اعملي قبل المغرب وبعدين قومي حطاه. حطيه بقى في قلب ايه، في قلب حاجة، في قلب شفشق ولا حاجة، وحطي التلج عليه. ولو حابة ان انتي تضيفي عليه ماء وردة او ماء زهر مفيش مشكلة، حطي عليه وبعدين ايه ابقي صفيه وحطيه في التلاجة. انا هسيبه كده يتنقع معايا وبعد كده هرجع لكم ان شاء الله بعد ما ياخد وقته معايا، اوكي؟ كوباية دي هي هتعمل لتر من المية، هتبقى كويسة جدا يعني، هو تمام عليه. انا طبعا ما بعملش حاجات بكميات كبيرة، لان طبعا انا عدد افراد اسرتي يعني صغيرة، انا وزوجي وايمان، وطبعا حبيت الكركديه اصلا ما شاء الله عليه، هي كمنها اسواني يعني، شايفين عاملة ازاي اول ما نزلتها في المية عملت ازاي. فهي كفاية عليها ان انا اعمل ايه، اعمل منها كوباية او فنجان مثلا من بتوع الشاي، او مج من بتوع الشاي يعني، على سبيل المثال المج يكون زي كده. رجعت لكم بعد ما الكركديه اتنقع معايا، اخد يعني عدد ساعات كويس معايا، انا سبته من بالليل لان انا ما كنتش محتاجاه، تمام؟ يعني انت يعني اقل حاجة تسيبيه ممكن 4 5 ساعات، تمام؟ صفيه بقى هنا كده، اضيف عليه مج من المية كده عشان خاطر هو طبعا تقيل. كمية السكر اللي انت تحبيها على حسب طبعا انت اسرتك بتحب الحاجة تكون مسكرة قوي ولا لأ. كركديه ليه فوايد حلوه جدا، ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. انا كده كده يعني مجهده شويه، فمش يعني مش هظبط معايا وانا بقول لكم اي حاجه تخص الفوايد بتاعته. كويس للضغط طبعا، مرضى الضغط هو كويس جدا ليهم. طبعا معانا هنا اللهم صل على سيدنا محمد. معايا هنا طبعا برتقان يكون متقطع كده شرايح او مكعبات زي ما انت عايزه، مهم تكوني شايله منه الحاجات البيضه دي عشان ما تمررش معاكي العصير. ومعانا طبعا مشمش مجفف، هو معانا هنا اللهم صل على سيدنا محمد جزر، تمام؟ وهحط سكر، بس مش هحط سكر كتير يعني، مقدار كده 3 4 معالق، تمام؟ انا كان عندي هنا عصير برتقال برضو اضيفه عليها. انزل بالجزر بتاعي،
مية طبعا، حطي مية كافية. لو عندك عسل ابيض هيكون احسن كتير وافيد، بس بصراحة انا العسل الابيض عندي خلص كده. معلقة، اتنين، تلاتة، اربعة. عفوا انا هنا التليفون كان فصل معايا. انا طبعا حطيت هنا البرتقال متقطعة شرايح، وحطيت الجزر، وحطيت السكر 4 معالق من السكر او 3 على حسب انت اسرتك ما بتحب السكر. ولو عندك عصير، عندك بتاع ده عسل ابيض احسن كتير. حطيت هنا تقريبا كده 3 أو 4 حبايات من المشمش المجفف، هضربهم برضو معاها عشان صوت الخلاط. اخلص ان شاء الله وارجع لكم تاني. وطبعا انا هنا خلصت معايا العصير، انزل بقى بالعصير بتاعي كده، اصفيه كويس. وطبعا كده بعد ما خلصت انزل بقى ايه مكعبات التلج معايا. عصير برتقال وكده. بعد ما خلصت انا التليفون بيفصل معايا كل شويه مش عارفه ماله. طبعا قطعنا هنا كده صغيره كده من المشمش، تمام. حابه بقى ان انت تحطي المشمش وقت ما تكوني بتعمليه ضيفيه، حابه ان انت تحطيه في الازازه وتسيبيه يبقى جاهز معاكي براحتك زي ما انت عايزه. معاكي التلج بقى، حطي التلج اللي يعجبك. طبعا انا معايا هنا ده انا مش هرميه، هخليه معايا في التلاجة بحيث ان انا لما اكون هغسل بط، هغسل بتاع ده فراخ، هغسل اي حاجة فيها ريحة زفارة. واتمنى يكون يوم النهاردة البسيط ده عجبكم. اسيب لكم ان شاء الله فوائد الكركديه في قلب صندوق الوصف، وفوائد البرتقال بالجزر بالمشمش. وطبعا احنا قلنا ده ما نرموش عشان نغسل بيه الفراخ والبط والحاجات ديت. ويلا اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.